علم الدين الضروري. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. حين أقول بلساني أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقد أن ما أخبرنا به الرسول هو حق صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك أخبرنا عن عذاب القبر. في القبر يوجد عذاب ويوجد نعيم. عذاب القبر يحصل للكفار من كانوا على غير الإسلام ولبعض عصاة المسلمين، وأما نعيم القبر فيحصل للأتقياء ومن شاء الله كالشهداء. فنعيم القبر وعذاب القبر للروح والجسد معا، يعني نقول عذاب حسي ومعنوي ونعيم حسي ومعنوي. ونؤمن بسؤال الملكين منكر ونكير. الإنسان في القبر يسأله ملكان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذان الملكان واحد يقال له منكر والثاني يقال له نكير. ونؤمن بما أخبر به عليه الصلاة والسلام من البعث والحشر. يوم القيامة الله يخرج من في القبور، الأجساد التي أكلها التراب الله يعيدها، والتي لم يأكلها التراب كلهم يخرجهم للحساب، ثم يجمعون على هذه الأرض بعد أن يتغير شكلها، تصير واسعة ويحشر عليها الناس للحساب. فإذا يا أحبابي نؤمن بيوم القيامة التي أخبر عنها رسول الله، وتبدأ من خروج الناس من القبور إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار.